تعرف أقرب بشكل أقرب حول حالة الطقس معي عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. يا أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور أحمد، يعني كما يعني جاء في الخبر السابق هناك تحسن في حالة الطقس، ما دفع إلى إعادة الحركة في الموانئ البحرية. هل بالفعل نحن الآن في طقس مستقر أم أن حالة عدم الاستقرار مستمرة على بعض المناطق؟ لا، احنا فعلا في حالة استقرار في حالة الطقس اعتبارا من يوم الأربعاء اللي هو اليوم. فعلا فالطقس مائل للبرودة شمالا ومعتدل جنوبا، ودليل على ان احنا نقدر نقول ان فعلا احنا في حالة استقرار. هو تبدأ ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة، إلا أن هناك بعض السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد وعلى شمال الوجه البحري. طب دكتور أحمد، ما يعرف بنوة الغطاس إلى متى ستستمر؟ هي طبعا هي ممطرة حاليا على السواحل الشمالية وعلى شمال الوجه البحري، لكنها مش هتوصل إلى القاهرة، إلا أن هذا الطقس هيستمر معايا في الاعتدال حتى يوم الجمعة، ثم تبدأ حالة عدم استقرار أخرى من اعتبارا من يوم السبت القادم إن شاء الله. طب دكتور أحمد، يعني دايما سؤال أخير لحضرتك، النصائح التي تتوجه بها للمواطنين بشكل عام وقائدي السيارات بشكل خاص؟ في البداية احنا بنوجه السادة الساقين على الطرق، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، توخي أقصى درجات الحذر خاصة في الصباح الباكر لوجود الشبورة المائية على زي ما قلنا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد. وكذلك بالنسبة للسادة الصائدين في البحر الأحمر، نرجو توخي أقصى درجات الحذر للبحر الأحمر بالذات مضطرب. وضحت الصورة الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شكرا.